المقدم ابو مهند ابقى مهند نائب قائد المنطقه يا طلاب الشباب. طبعا بعد انت بدا باسم قياده المنطقه و التحيه والتهنئه لاخونا وحبيبنا وصديقنا سياده العميد حقيقه النقيب بمناسبه تعيينه بموقع جديد. أتمنى له التوفيق والنجاح والعطاء بهذا الموقع، وأيضا باسمكم جميعا نقدم التحية لإخواننا وقادتنا كانوا في السابق قادتنا وما بعدهم قادتنا، إخواننا سيادة اللواء مازن عز الدين والأخ نضال العسوري، نحييهم جميعا ونحن نمتد قوتنا وعزيمتنا منهم. وايضا بحب اوجه حديثي باتجاهكم انتم كشباب، ونحن جميعا نعي ما معنى الشباب الذين يبدأون يؤسسون حياتهم، كيفية اثبات وجودهم في جميع مواقعهم بعطائهم بضبطهم بانضباطهم بجاهزيتهم، انه انتم في موقع حساس مهمتكم خدمة هذه المؤسسة بجميع انتماءاتها بجميع مسمياتها، بالتالي يقف ويكون على عاتقكم مسؤولية مش بسيطة، وأنا واثق تماما أنه أنتم حتكونوا عند حسن ظن الجميع. أتمنى لكم التوفيق، وبنفس التوقيت نقدم التحية لجميع من وقف إلى جانبكم حتى مكنتوا من تحقيق هذه النتيجة، لأنتم واقفين من أجل قدر استطاع تعبكم. بهذه المناسبة أيضا بحيي أخونا قائد الكتيبة، كان متواجد كان بتابع يوم بيوم ساعة بساعة من أجل نجاحكم، يعطيكم العافية. والآن كلمة الخريجين أخونا الجندي محمد جوابرة. عبد السيد بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي من علينا لنكون جندا من جنود هذا الوطن المعطاء. الحمد لله الذي سخرنا خدما لهذا الشعب، شعب الشهداء والجرحى والأسرى، شعب الجبارين، شعبنا العربي الفلسطيني. أيها الحفل الكريم، أيها الأفاضل، قادة وجنود وكل باسمه ورتبته، إن هذه اللحظة لهي أسعد لحظات العمر، وإنه لشرف عظيم جدا أن نقف بين أيديكم خريجين جاهزين كل الجاهزية، لننضم لصفوف نضالكم وكفاحكم من أجل الشعب والوطن. إننا في هذه اللحظة لو تكلمنا ما تكلمنا وقلنا ما قلنا لا، ولن نعبر عما يدور في أعماقنا من فرح وسرور. وهذا عهد منا جميعا أن نعمل كل ما بوسعنا لنكون عند حسن ظن سيادتكم وظن الأجهزة الأمنية وعند حسن ظن الشعب. وأخيرا وليس آخرا، نتقدم نحن أفراد دورة الإسعاف والطوارئ الأولى في الخدمات الطبية العسكرية بكامل الشكر والعرفان لكل من ساهم في تقديم المعلومة والفكرة البناءة لنا، لنكون في أجمل وأفضل الصور. ونخص بالشكر كل من سيادة العميد الطبيب خليل النقيب مدير عام الخدمات الطبية العسكرية، وسيادة العقيد الركن سعيد النجار قائد منطقة رام الله والبيرة، وسيادة الرائد حاتم واكد قائد الكتيبة الخاصة الرابعة، والإخوة في ركن التدريب أمدهم الله بالصحة والعافية وأبقاهم ذخرا لهذا الوطن. ولن ننسى قائد الإسعاف والطوارئ المقدم الطبيب راسم أبو ربيع صاحب الكلمة والقرار السليم، ومعا وسويا حتى فلسطين دولة مستقلة والعاصمة والقدس الشريف بإذن الله تعالى. وإننا حتم المنتصرون، وشكرا لحضوركم وحسن إصغائكم.
فيها الدروع درع مقدم مدير الخدمات الطبية مدير خدمات لقائد منطقة رام الله والبينة من ينوبه. قائد الكتيبة الخاصة الرابعة الرائد حاتم واكد. ركن التدريب هذا مقدم درع لمدير عام الخدمات الطبية. درع مقدم للدكتور راسم. يلا.